طلبة الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخذنا الجزء الأول من المحاضرة الخامسة في المحاضرة السابقة، وكانت عبارة عن الفرونتال ادفانس كويجن، وعرفنا شلون نشتقها واستخدمنا الماتيريال بالانس في عملية اشتقاقها، ووصلنا إلى المعادلة. كانت معادلة آخر، معادلة 22، اللي هي حسبنا الفيلوسيتي بدلالة التوتال فلو ريت اوف ووتر اللي هو الكيو تي. يمكن حساب هذه المعادلة أيضا، أو حساب السرعة، حساب الفيلوسيتي بدلالة الانجكشن ريت وليس التوتال فلو ريت. أي سو لذلك نشوف المعادلتين حسب المتوفر عندك، إما يكون فلو ريت أو يكون انجكشن ريت. يمكن حساب الفيلوسيتي بدلالة الاثنين، اما الفلو ريت او الانجكشن ريت. وقلنا الفيلوسيتي هي نفسها الميل مال الووتر ساتوريشن، او نسميه الديريفيتيف المشتقه مالت الكيرف، مالت المعادله الاصليه مالتنا هي فاكشنال فلو اوف ووتر. هذه المعادله يمكن ان نكاملها حتى نحصل نحسب موقع، او نحسب موقع لكل قيمه ووتر ساتوريشن. يعني كل ووتر ساتوريشن او كل جبهه غمار تسافر من نقطه الى نقطه، يمكن حساب موقعها بالضبط وين، وش قد الووتر ساتوريشن مالت. من خلال تكامل هذه المعادله السابقه نحصل على اكس. اكس هو المسافه اللي تقطعها جبهه الغمار، او الموقع اللي يكون به الووتر اي على البروفايل مال الووتر ساتوريشن، بدلالة من؟ بدلالة الزمن وبدلالة الانجكشن ريت. يعني نحسب موقع كل قيمة للووتر ساتوريشن عند أي زمن احنا نريد نحسبه، أي زمن معين نحسب له الموقع ايش قد يكون الووتر ساتوريشن في ذلك الموقع. أيضا يمكن أن نحسب الموقع بدلالة الكوميليتيف اويل، الكوميليتيف اوف ووتر، يعني الحجم الماء المحقون. يعني مو بدلالة الانجكشن ريت والزمن، نحسب بدلالة الكوميليتيف ووتر. الكوميليتيف ووتر هو عبارة عن انجكشن ريت تايم الزمن. الزمن في الانجكشن ريت يعطينا الحجم الماء المحقون، والذي وتكون المسافة ايضا تتناسب طبيعيا مع الميل للووتر ساتوريشن. يعني كلما يزداد الميل يزداد الموقع مالت المسافة تزداد. يمكن حساب الموقع. يعني عندنا تركيبتين، عندنا قيمتين مختلفة للووتر ساتوريشن، يمكن حسابهم من خلال هذه المعادلتين. المعادلة عندما هنا يكون عندنا قيمة للووتر ساتوريشن، ايش راح يتغير بها؟ راح تكون إلى ميل خاص، والووتر ساتوريشن قيمة الثانية يكون إلى ميل خاص. لذلك يمكن حساب موقع لقيمتين مختلفة للووتر ساتوريشن حسب هذا الرسم اللي موجود عندنا. هذا طبعا بعدم وجود الكابلاري تيرم، الكابلاري تيرم مو موجود نرسم هذا الرسم. نلاحظ هذه القيمتين، وجدوا العلماء انه القيمتين المختلفة الووتر ساتوريشن موجودة في نفس الموقع في نفس المكان، وهذا خطأ فيزيائي. ما يصير قيمتين في نفس المكان، قيمتين مختلفة يكون في نفس المكان. يجب ان يكون كل مكان لها، كل موقع يكون له قيمة مختلفة. ولكن لو نلاحظ، يعني لو نرسم هذا الكيرف، هذا الكيرف الرئيسي وهذا المشتقة مالته اللي هو الدي اف دبليو على الدي اس دبليو، من نرسمهم شوف راح يكون هنا الاثنين ايدنتيكال. يعني هذه قيمة مختلفة للووتر ساتوريشن، وهذه قيمة مختلفة للووتر ساتوريشن. يفترض ان يكون موقعهم يختلف، ولكن بما انه الموقع نفسه فاذا هذا فيزيائيا خطأ، وهذا عللوه العلماء بسبب اهمال الكابلاري تيرم، بسبب اهمال الكابلاري تيرم. فوجدوا العلماء عندما يرسم الكابلاري تيرم، يعني عندما يجيب الكابلاري تيرم يضمن له رسم، راح يتكون عندنا تو سيجمنتس، يعني واحد
راح يبدي من الـ Water Saturation Connect أو الـ Initial Water Saturation. إذا كانت مختلفة من الـ Initial وإذا كانت ما مختلفة نفس القيمة، إذن من أي واحد من يعتبر من الـ Connect راح يكون أول خط هو خط مستقيم يمتد من الـ Connect يوصل إلى الـ Water Saturation at Front. هذا خط مستقيم يمتد من هذه النقطة الـ Initial إلى الـ Water Saturation. هذه المنطقة اللي هي أقل water saturation راح تكون متساوية السرعة ومتساوية الميل. يعني شنو ما معناه؟ أنه هنا في هذه المنطقة جبهة الغمر تتحرك بمواقع معينة بنفس الزمن، يعني تتحرك مثل 1 سنتيمتر مثلا كل دقيقة، من تتحول إلى 2 سنتيمتر تبقى نفس الدقيقة، 3 سنتيمتر تتغير دقيقة، وهكذا. يعني تتغير لنفس يعني كل ما تتغير موقعها في نفس تأخذ زمن واحد، لذلك تكون سرعتها واحدة الفيلوسيتي مالتها والميل يكون واحد مالتها. الخط الثاني السيجمنت الثاني اللي هو يبدي من هذه النقطة الووتر ساتوريشن ات فرونت وينتهي بهذه النقطة اللي هو 1 minus residual oil، وهنا عندنا الميل يبدأ بالانخفاض أو يبدأ انخفاض تدريجيا، لذلك راح يكون عندنا نقطة ثانية تحسب اللي هو نقطة ثانية للووتر ساتوريشن ونقطة ثانية للووتر كات، وأيضا راح يكون عندنا ميل يختلف عن هذا الميل. طبعا من نحسب الووتر ساتوريشن ات فرونت بالمقابل اكو ووتر كات اللي هو ووتر fractional of water at front. فهنا هذا يسموه leading edge اللي هي حد جبهة الغمر، هذا قبل ليس عندنا breakthrough. من تطلع يوصل الى هذا تقطع هذا الخط، يعني الان لو نمد هذا الخط المستقيم على طوله راح يقطع هذا الخط هنا تقريبا، هاي يسموها water saturation average water saturation اللي هي يكون at breakthrough. at breakthrough هذه ال هذه هذا رسم هذا متضمن ضمن كابيلاري كيرف او الكابيلاري تيرف. فشوف الفرق عندما يكون الرسم متضمن كابيلاري تيرف وعندما يكون الرسم غير متضمن كابيلاري تيرف. يعني ممكن يعني لازم تعرف انت شنو الفرق او شنو تاثير الكابيلاري تيرف على الووتر ساتوريشن بروفايل. التأثير هو هذا، هنا بالكابلاريتي راح تطلع لنا منطقة، هذه المنطقة تكون حسب ما مؤشرة بهذه الطريقة، ويكون عندنا خطين تو سيجمنتس، هذا واحد وهذا واحد. يجي ويلج، ايش قال ويلج؟ العالم ويلج طبعا من خلال هذا العالم اللي هو تيرولجر قال هذه القيم بين SWC والSWF هي تتحرك بشكل متساوي وتكون الفيلوسيتي مالتها متساوية، لذلك يمكن حساب الفيلوسيتي لها بين هذه النقطتين بدلالة الانجكشن ريت، أو يكون نحسبها وأي نحسب الفيلوسيتي بدلالة الانجكشن ريت واللي يتناسب تناسب طردي ويا الميل للووتر ساتوريشن فرونت. وأيضا يمكن نحسب موقع هذه القيمة، موقع الووتر ساتوريشن أين موقعها من البروفايل بدلالة الزمن وبدلالة الانجكشن رايت. هذه القيمة هذا رسم، هذه القيمة بين هاي وهذه بين SWC والSWF هاي تسمى منطقة الستيبلايز زون. يعني هذا باكلي اند ليفر قال اكو منطقتين، منطقة توصل من SW الى هذه النقطة، هذه تسمى الستيبلايزد زون، والنقطة الثانية اللي هي تعتبر نان استيبلايزد زون، يعني منطقة مستقرة ومنطقة غير مستقرة. فهذه القيم القليلة اللي هنا هذه تعتبر منطقة مستقرة، ليش؟ لأنه فيلوسيتي واحد وميل واحد، بينما هنا راح يتغير عندنا الفيلوسيتي، راح يتغير عندنا الميل،
لذلك اعتبرت منطقة غير مستقرة، وتبين عندنا عندما نرسم المسافة ويا من ويا الووتر ساتوريشن، هذه الووتر ساتوريشن وهذه المسافة اللي يقطعها الووتر خلال سفره من الانجكشن ريت الى البرودكشن، من الانجكشن ويل سوري الى البرودكشن ويل. هذه المنطقة هي تعتبر الستيبلايزر واللي تتمثل بهذه النقطة، على نقطة إلها الووتر ساتوريشن. وهنا عندنا هذه تعتبر الماينس واحد ماينس ريزيدوال اويل، هذه تعتبر النون ستيبلايزر اللي هي المنطقة الغير مستقرة. اجي ويلج ايش قال العالم ويلج؟ قال احنا نقدر نرسم هذا بدون تعقيدات الكابلياري تيرم، يعني ما نهمل الكابلياري تيرم، ولكن يعني في البداية نرسم بدون كابلياري تيرم. ايش راح نحصل؟ راح نحصل على الاس شيء، هذا الكيرف الاصلي الاس شيء، بعدين من نقطة الكورنيت ووتر ساتوريشن او الانيشال ووتر ساتوريشن في حالة تختلف، نرسم خط مستقيم يمس هذا الكيرف، يكون بتماس هذا الكيرف ويطلع يقطع لنا هذا الاكس اكسس من الاعلى. هذا الخط يسمى السيكنت لاين، اللي هو يسموه خط القطع او خط التقاطع، اللي نقطة التماس مالته تمثل لنا الووتر ساتوريشن ات فرونت، بالمقابل من الواي اكسس تمثل لنا الووتر كات او الفراكشنال ووتر ات فرونت. هذه النقطة تسمى الافريج ووتر ساتوريشن، اللي هي عند نقطة البريك ثرو. هنا طبعا نهاية الحقن، هنا هذا يسموه هذه النقطة الثانية. طبعا من هذا الخط، من هذه النقطة الووتر ساتوريشن الى الوان ماينس اويل ريزيدوال، راح ناخذ قيم ونرسم قيم، هذه القيم ترسم على خط الكيرف، راح يختلف عندنا. ما راح نرسم خط تماس، نقطة الخط التماس، نقطة تقاطع خط المستقيم مع هذا الكيرف، تعتبر الأفريج ووتر ساتوريشن، الأفريج ووتر ساتوريشن. وهذه النقطة المقابلة هي تعتبر الووتر كات، تعتبر الووتر كات. هذه القيم، هذه القيمة دي اف دبليو، هذه اللي نحسبها من الرسم، هذه تكون غير دقيقة. ليش؟ لأنه هذا الكيرف غير مستقيم، هذا هو كيرف وليس مستقيم، هذا المنحني، هذا تختلف بين كل نقطة أو بين كل value water saturation يختلف الميل مالته، لذلك حسابه من الرسم يكون غير دقيق. يعني ممكن طالب يأخذ هذا الخط المستقيم بهذا الميل، ممكن يجي طالب يميله شوية، يزيد ميوله، لذلك تشوف كل يعني كل طالب قيمته تختلف عن الطالب الثاني. هو مو غلط ولكن بخطأ، هو بخطأ. لذلك اقترحوا العلماء انه يحسبون هذا الميل ماثماتيكالي، يعني رياضيا وليس من الرسم، شلون يحسبوا؟ بدلالة relative permeabilities من هذه المعادلة. هذه المعادلة تربط relative permeabilities بمن بالwater saturation، فعندما يرسم الريلاتيف بيرموبيليتيز على الواي اكسس مقابل ووتر ساتوريشن على الاكس اكسس، راح نحصل على اي اللي هو الانترسكت، اللي هو نقطة التقاطع. عندما تمد الكيرف على امتداده راح يقطع الواي اكسس، راح هذه النقطة هي تعتبر نقطة الاي، والميل مال الكيرف يعتبر هو البي. طلع قيم الاي والبي بعد ما ترسم هذا البروفايل، طلع قيمة الاي والبي من الرسم، تيجي تعوضها بمعادلة الفراكشنال فلو بالنيابة عن ريلاتيف بيرموبيليتي، يعني تغير تشيل ريلاتيف بيرموبيليتي، تخلي ما يعوض عنها من اي اكسبونينشال دي اس دبليو، راح تحصلنا على فراكشنال فلو اوف ووتر رياضيا. بعدين تشتق هذه المعادلة ينطينا هذا الناتج، اشتقاق دي اف دبليو على دي اس دبليو ينطينا هذه المعادلة. ايضا نجي نعوض قيم الاي والبي مره ثانيه في هذه المعادله، راح نحصل على الدي اف دبليو والدي اس دبليو. بعدين نرسم الدي اف دبليو على الدي اس دبليو ويا الفراكشنال اوف ووتر، ورسمه ويا الووتر ساتوريشن،
نحصل على بروفايل ونحصل على القيمة اللي يريدها، ونحسب بعدين المسافة اللي يقطعها الووتر خلال رحلته من الانجكشن ويل إلى البرودكشن ويل، وأيضا نحسب نقدر نحسب كل قيمة للووتر ساتوريشن بأي موقع إحنا نريده بدلالة الزمن وبدلالة الميل. هذه المحاضرة الخامسة انتهت إن شاء الله، موجودة عندكم في PDF أنا داسعكم على Classroom اللي هو مكتوب عليه Lecture 4، موجود كل هذا الكلام بها، موجود تفاصيل أكثر فيها تقدر ترجع لها، وأي سؤال عندك تقدر تسألني بأي وقت تريد. وأيضا في المحاضرة اللاحقة راح أعطيكم أمثلة، الأمثلة راح توضح لكم أكثر، راح تبينكم أنه يعني أكو بعض الطلاب يجي يشوفها يقول لك صعبة، معادلات كثيرة، ولكن من تحل المثال تشوف التسلسل مالها، تشوفها معادلات بسيطة، والتسلسل أهم شيء تحفظ التسلسل شو تسوي الخطوات، والباقي كله سهل بس مجرد حسابات تجيبها وتخليها. شكرا جزيلا لإصراركم طلاب، وأتمنى تهتمون بالمحاضرة وأي شيء مفاهيمنا أسألون. شكرا جزيلا.